مجموعة من الأصدقاء نسكن في نفس البناء نذهب للمدرسة سويا ومعا نرجع في المساء إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء رامي نشيط ومحبوب شوقي في الشعر يذوب متعب متهور جريء مهلول ساذج وبريء نجيب عن كل شيء يجيب خمسة شارع الأصدقاء هو مسجل أعمى باش هذا أغنية مسلسل إذا أطفئ التلفاز أنا تعبان أريد أن أرتاح يا عالم خمسة شارع الأصدقاء خمسة شارع الأصدقاء في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل لا وحش أمام شفطة الوحش كن وحشا ودخن كالوحش سجائر ما تبدره أيوة يا وحش جمهورنا العزيز مدخنين الأحباء مؤرجلين الأكارم أنتم أيضا يمكنكم أن تكونوا وحوشا وتحصلوا على هذه السيارة الفاخرة فهي هدية لمن يتمكن من شفط شفطة الوحش مثل الوحش ساحب أبو شفطة إعلان عنيف متوحش هل رأيتم هذه المعجزة؟ وما الإعجاز في نفخ الدخان بوجه قطة صغيرة؟ ليس القطة ولكن الشفطة شفطة الوحش على هذه الحال أبي أوحش من ساحب كيف؟ ليس أبي فقط أمي أيضا ينفخان الدخان بوجهنا طوال اليوم وليس مرة واحدة متعب يقصد أن يقول أن ساحب بطل كبير في التدخين أي بطل هذا؟ أنا أبطل منه بمئة مرة يعني أنت تستطيع أن تشفط شفطة الوحش؟ وأن أشفط الوحش معها أيضا التدخين للرجال يا بهلول أبي قال لي أني أصبحت رجلا لا تصدق كل ما يقال لك أنا رجل إيه؟ لطالما أنت مصر فإذا يجب أن تشفط شفطة الوحش وتربح السيارة غدا إن شاء الله لذا أرجو أن تحضري لي الحقيبة ولا تنسي المؤونة من السجائر فلن يكون لدي الوقت لشرائها هنا حسنا مساء الخير بهلول تعال أريدك في أمر هام سأتغيب عن البيت لعدة أيام وأريدك أن تكون مكاني يعني أصبح أنا أباك؟ ولك لا يا أخي كيف تصبح أبي يا ابني؟ تكون مكاني يعني أن تتصرف مثل ما أتصرف أنا حسنا
أهلا بكم إلى نشرة مفصلة على قياسكم من قناة البسها. يا فضة أحضري لي علبة سجائر جديدة. وكأنك لم تسافر. ماذا تفعل أيها الأحمق؟ أنا رجل البيت الآن، لا يحق لأحد أن يحاسبني. الرجولة تعني أن تتصرف بحكمة ومسؤولية، لا أن تجلس وتدخن. لكنك أنت تجلس وتدخن. التدخين للكبار فقط. ألم تقل لي أنني أصبحت رجلاً؟ ماذا تريدون؟ طاولة لثلاثة. آسف، لا نستقبل أولادا، هذا المقهى للرجال فقط. حسنا يا شباب، سأدخل أنا، أراكم فيما بعد. وأنت أيضا ممنوع. ولكن أبي قال أنني أصبحت رجلا. هيا هيا، عودوا عندما تنبت شواربكم. قد يأخذ الأمر وقتا طويلا. انظر جيدا يا، ألا ترى هذا الشارب الكثيف هنا؟ لا بأس، سأعتبره شاربا، تفضلوا. يا مكوك. أيوة حاضر، وعندك الأرجيلة بثلاثة رؤوس لعمك. على السلامة. ماذا قال لك الطبيب؟ يا أبو فحمة. لا شيء، بسيطة، تفحم في الرئة اليسرى مع جلطة بحجم حبة الحمص في الشريان الأبيض. لا تقل أنه أمرك بترك التدخين. حصل، لكن فشر مع التدخين حتى آخر نفس. أين النرجلة؟ يا عيني عليك، هؤلاء الأطباء كذابون. انظر إلى حنجرتي، هل ترى عليها سرطانا؟ لا. أقربا؟ أبدا أرى. لا تصدق ما يقوله الأطباء. سرطان وعقرب، لن أبقى هنا لحظة واحدة. اجلس يا رجل، لا تخاف، هذه أمراض بسيطة. بسيطة؟ لابد أن معظم زبائن إسرائيل يأتون من هذا المكان. كفاك تشاؤما، هيا هيا اجلس ولن تندم. لماذا أشعر وكأنني أتكلم مع متعهد دفن الموتى؟ شوقي عزيزي، انسى المرض والقرف، أعطني السجائر. خذ، اشفط وانسى وركز. اشفط، انسى، ركز، الترتيب ضروري. ليس كثيرا. سأنسى أولا. لا لا، ركز أولا. حسنا حسنا، سأركز أولا، الآن سأشفط. على مهلك يا بهلول. ألم أقل أن عزرائيل يحوم في هذا المكان؟ بالمقلوب ولك هكذا. أشفط أشفط أشفط، هيا. يا سلام. لقد نسيت أن أنسى، سأنسى الآن، نسيت كل شيء. من أنت؟ وأنا نسيت أن أحضر نقودا. سأشرب سيجارة أخرى كي أنسى إحضار الأغراض لأمي. صورة شباب. ستكون الصورة جاهزة غدا الساعة 5 PM. 100 ليرة لكل نسخة. أبو فحمة، أبو فحمة، لا تنطفئ يا صديقي. أبو فحمة، أبو فحمة، لا تنطفئ يا صديقي.
آسف جدا، أعتذر. من؟ الأستاذ نظمي؟ أستاذ الحبيب، أستاذ السمين، أستاذ الكبير. هل أعرفك يا ابني؟ معك حق تنساني يا أستاذ، لكن أنا لن أنساك، لن أنسى أفضل قبة حنكك علي مدى الحياة. حنكي أنا؟ نعم يا أستاذ، أنا كمال، كمال كاميرا، ألا تذكروني؟ أنا من طلاب مدرستكم القدامى، وقد حدث أن التقطت صورة لقبة حنككم وأنتم تصرخون علينا، وفزت بمسابقة أفضل صورة لقبة حنك، ومن يومها فتحت لي أبواب الشهرة والسعادة. اسمح لي أن ألتقط لك صورة على حسابي عرفانا بالجميل. استغفر الله يا ابني، ملوش لازمة. لا يمكن، لا يمكن، أنا مصر. خير، اللهم مرر هذا النهار على خير بسرعة من فضلك. أحلى صورة فنية يا أستاذ على مكتبك غدا مساء بعيوني. أرجوك دعني أقبل قبة حنكك للمرة الأخيرة. يا مصلح كش، ولك كش، اترك كيسي وشأنه أيها اللئيم. يا مصلح، إيش في عمو عباس؟ هذا قط أنا في زعل أنتي. أبعد قطك عني يا مصلح قبل أن أترك سمكتي أيها اللص. يا ويلي، العم عباس مسلح وبكامل عتاده. ها قد وصل الفرسان الثلاثة. ماذا تفضلت يا دارتنيان؟ دارتنيان؟ ولو يا عم عباس، ألم تعرفه؟ هذا متعب. وكيف لا أعرفه؟ بطل العالم في التفاهة. من أين تأتي رائحة الدخان هذه؟ ربما من السمكة. من السمكة يا قليل الأدب. قلت لي الدخان من السمكة، أليس كذلك أيها البلعوض؟ هذا ما كان ينقصكم، التدخين. سترون عندما ألتقي بأهاليكم أيها الجيل الفاسد. شربت علبة سجائر ولم أنسى الضرب الذي ضربني إياه. نحن في ورطة، قد يخبر عباس أهلنا. لن يصدقوه، نمضغ العلكة بعد التدخين ولا أحد يشك في شيء. هيا خذوا خذوا، فلنتابع التدريب. طعمها لاذع. هات علكة. أنت مدخن فاشل. هيا 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 أيها الوحش الجريح، أرنا شفطة الوحش. تغمسين السمكة بالبيض ثم بالطحين. نعم نعم، وتدعكينها جيدا بالكعك ثم هب بالمقلاة. وصحتين وعافية. لا 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 يوجد عذاب، تفضلوا وشرفونا على الغداء. لا أستطيع أن أشفطها بنفس واحد. يجب أن تحاول، ساحب أبو شفطة ليس أشفط منك. ولكن طعمها كريه جدا. يجب أن تصبر على طعم السيجارة حتى تتمتع بطعم السيارة. بهلول حبيبي، أريدك أن تحضر لي بيضا وكعكا من ال... اف، ما هذه الرائحة السيئة في الغرفة؟ هذه رائحة السمك المقلي الآتية من منزل العم عباس. حقا، يا لها من رائحة سيئة.
اسمع يا بهلول، غيرت رأيي، لا أريد كعكا ولا بيضا ولا أريد هذه الوصفة كلها يا لطيف. حريق حريق يا ناس، يا عالم، حريق يا جيران، النجدة، يا إطفاء، أنقذوني، النار تلتهم سمكتي، النار 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 النار، سمكتي احترقت بالنار، النار النار النار، سمكتي احترقت بالنار. هيا يا عم عباس، لا تحزن، بإمكانك الآن تناول السمك المدخن. لا تنسى أن تشكو هذه السمكة إلى أبيها لكي تبطل التدخين. ولك اسكت أنت وهو يا عديمي التربية، سترون عندما أسمك بكم، عندما أمسك بكم. ولك كش كش، سمكتي تتوقف أيها اللص، يا شرطة، يا بوليس. ألو، نعم، أنا نظمي نكد. ماذا؟ صورة؟ أية صورة؟ لا يا أخي، أنا لا أتذاكى، ولكن أي، لا 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 داعي لتقديم شكوى في الوزارة، ولكن أية صورة؟ حديقة الأكسجين؟ نعم نعم نعم، الساعة الخامسة، مع السلامة. ألو ألو ألو، لكن كيف سأعرفك؟ ستعرفني أنت. خير، اللهم مرر هذا النهار على خير، مع السلامة. ولكن أية صورة؟ أستاذ نظمي، أستاذ الكبير، أستاذ السمين، أستاذ كم الحساب؟ لا أرجوك، لا تحرجني من فضلك، لن أنسى أفضل قبة حناكك المثالية، إنها إنها إنها. شفطة الوحش صعبة جدا يا رجل، تفحم صدري ولم تنجح معي. عيب يا بهلول، عيب، الرجال لا تستسلم، تهزمك سيجارة على آخر الزمن. تدخين الغليون أسهل بكثير، خاصة إذا كان غير محشو. لن أسمح لك أن تهزمي بهلول، رجل الرجال وقاهر الأبطال. لو تصورنا اليوم كنت سأبدو أكثر وسامة وشعرية وأنا أدخن الغليون. لعنة الله على التدخين، نسيت أن أحضر النقود اليوم أيضا. كم الحساب يا رجل؟ 100 ليرة. الأستاذ نظمي. آسف، لا شك أنني أعطيته صورتكم بدلا من صورته. ماذا؟ ما الذي تقوله يا رجل؟ كارثة، أين ذهب الأستاذ نظمي؟ اعترف. رأيته يحاول إيقاف سيارة أجرة عند المنعطف. تاكسي، اتبع هذه السيارة بسرعة. ورطة، رحنا فيها بالجرم المشهود، ماذا سيفعل الأستاذ نظمي؟ ماذا سيفعل؟ سيسلم الصورة لوكالة الأنباء الدولية؟ حلو، سيرى أبي صورتي في الجرائد العالمية ويعرف أنني رجل حقيقي. شش، اتبعاني. هات الصورة. أهلا وسهلا، نظمي نكد. أعرف، حياتي أصبحت نكد في نكد منذ تلك الصورة. أعطني الصورة دون قيد أو شرط. الصورة، نعم، تعني الصورة. أية صورة بالتحديد؟ الصورة الفضائحية النادرة التي معك، انتهى. لكن يا سيد، أنا لا أعرف عن أية صورة تتحدث. أنكر أن الصورة معه.
لا شك أنه سيبيعها لجهة أخرى. عظيم، أنا سأشتريها منه. لا أعرف لماذا يلجأ الناس لهذه الحيل السخيفة مع الفنانين. حقا لم تعرف من أكون؟ نقطة انتهى. لا أشعر أنني رأيت هذا الوجه من قبل، لكن أين؟ أين يا متعب أين؟ الفنان ساحب أبو شفطة؟ بسيجارته وولاعته. نقطة انتهى. لكن ما الذي فعل بك هذا يا سيد ساحب؟ التدريب الشاق. أنا أتدرب على شفطة الوحش منذ 3 سنوات كي أربح السيارة. انتهى. لكنك أديتها في الإعلان التجاري. لا يا أستاذ، أنا لم أقم بهذه الشفطة ولا يمكن لأحد القيام بها. هذه خدعة سينمائية، إنها مجرد حيلة لتشجيع الناس على التدخين. نقطة انتهوا. خدعة؟ في إيه؟ أستاذ نظمي، أستاذ الكبير، أستاذ السمين، أستاذ الحبيب، أستاذ الجميل، أستاذ. اختصر يا ابني. آسف على الخطأ يا أستاذ، حنككم في الحفظ والصون. آها، خذ حنكك. شكرا، نقطة، انتهينا. شيء عظيم، يا سلام، يا عيني. قف، قف مكانك أنت وهو. أبنائي، أنتم طبعا عارفين أني بعمل كده عشان عاوز مصلحتكم ولا إيه؟